محمد الفاتح نينكي قسطنطينية فورتي كوي لباتن جيركا أها مركو مقالة فورتي إسطنبولا هدو نقانا مركو فورتي وحيالة بضن وسميي وآتو قيمة بضن أرمها سؤو سميي أي أهربنا إنا أغانا زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمتي خفاقة وبرنامج عصب عن بلاب دون أولي راهل وارمي سيدي وروناك سنهكاها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لي الميل والبعدون كجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة دي لحد وبرنامج كي أها واري ميسيدي ورهكاها ساس مين صح؟ برنامج كي أها واري ميسيدي ورواناكسن هكاها أي البرنامج كان لي راه واري ميسيدي ورواناكسن هكاها وبرنامج اسبوع له مالم والبو اسنين حل حلقه أي سوسي دينا لبس سؤال يا لوغو تلقلي هدفك أما جولك أما يولك اللي اللي يهيني وامحي برنامج كان وحالو وطلق لي أديقا لو وطلق لي قار أهان دان يرادا صومالية دان يرا عقلي بضنواي ميلك استيتاقان وحكو سمييو سيدا درتيد وحان ربنا إنا عنده تهريبها قليني ودان كا جوكتيد وحكا قبصو هدفك اللي اللي أما يولك اللي اللي وحاواي dadkii codumada ahaa oo adduunka wax bedelay inaan taariikhdooda gadaal ugu noqono aqrinno faqsus alqasas la'allahum yatafakkaroon sahabaada ma ka sheekeynina waxaa la leeyahay sahabaada dad waaweyn waa nabiga soo tarbiyeeyay inta hadda ka sheekeyi sahaba ma aha walaalayaal xalqadii la soo dhaafay markaan ka soo sheekeynay محمد الفاتح سدو قسطنطينية أفرتي كدبنا وحان إسوي ديني محمد الفاتح إسطنبول مكو فرتي كان يسدي أبويني دو آية صوفية لدهاي أي مساجد أبتلي سؤال إسوي ديني مكة محمد الفاتح أرنتس أوسمي كان يسدي أبويني دو مساجد كدبو مكو صحسنا نسوو كقال دانا سؤال كلانو إسوي ديني محمد الفاتح ما كان مقشي وحا مقلينا بس قسطنطيني وفرتي اسطنبول وفرتي ما انت اسكلي يسميه نسو حيالك اللي يسميه هذا سكه لو دغنا وحا ربنا انا نقول محمد الثاني محمد خان مركو قسطنطينية فرتي محو سميه محمد الفاتح قسطنطينية مركو فرتي الرما اد وتربض المسميه وحا اوغو هري او سمي كنيسه دي اوغو وين ايدو لدي جيري ايا صوفيا لدي جيري ayuu wuxuu go'aansaday inuu ka dhiga masjid su'aalaha isweydiinay last week markii maxamed al-fatih ma ku saxsanaa mise uu ku qaldanaa kaniisooyinka masaajid ma laga dhigi karaa mise laga ma dhigi karo jawaabtu aan soo gaabinayn culimada waa ka hadashay arintaas magaalo markii la furto ay is dhiibto hadda example hadaan ku siiyo quds umar bin khattab markuu soo galay hal kaniisa ma bedeli masaajid kama dhigin صوبت محيتها مركي مسلمين تي ما دن ذكر ريق قدس وحيدهن فريه واكنه نمامولا إذا كحكم كيسكلا مركي ساسو كلاته هاي دت كاسنا وحلو ما سمين كروا دت أمان واي قريه هذا لقى ما قادن كرو كنيسوين كود لما بربورين كرو بوح كست عبادي سنة لقى ما سمين كرو وإحنا لقى ما قصب كرو وحال لقى رباي كلية جزيرة إن بحيا ما دام مسلمين تي ذكر بحنايين إن أيجان أي بحيان سيدي أمني جودة الله إلالي لكن مجال هذا هدي إسكبريسو أي ديدو إني أفرط مسلمين تأي أفرط إذن مركو صار قالوا إمامك أما سلطانك أما بقرك أي جوانك إسكله هذا حصوصة محمد الفاتح أنتوا سوق الورقة وسوق ورنيك وحوكي ورنيهم مقر مجال هذا نبت قلي إسليب مجال هذا وحلقة تامة بح هذا ديد لكن مجال هذا ودماني سواء لو ذا قاضنا inki wuu diiday dagaal uu sameeyey mid kale meeqa muslimna haddaan bildin cimo oo ka hadlayna kaniisan ka hadlayna dhagax ka hadlayno meeqa muslimna lagu dilay dhowr iyo labaatan kun ayaa meesha lagu dilay marka dhowr labaatankaas kun la dilay bilaash meeku bixin dhiigooda ku bixin jawaabtu waxa uma yahay qaanuunka waqtigaas adduunku yaalin wuxuu ahaa magaalada isdiibta looma dhawaanayo
هدي لكن أي دجالنتو أي 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 مقاومة موجودة إذن وحي هليسة مرك عقابته هذه هليسة أما وحي هليسة وحي مطيسته هذا أنا وحي أقول بين عقاب تلبات محمد الفاتح مركو قسطنطينية فورن هاي كوي إلا بعدين سنوجري حكم كان وحو قبل أسيجو سجال إيه طبعا سنجري معنى هذا وحوي مدحوين أنا بوحو أها الله بس أنا كليو أها وحونا حكومة يصدون صنو سديد إيه لباتن سنة كله وحو قبنا إيه آوي أنا قاعد أنا مسلمين أونلي هالوحلين شيء محمد الفاتح قسطنطيني وفرت وح كلام أنا قانا أنت تقانا ويرتاعي ما أنت مرك وحارب إنه كله وذاو أخر ما آد وقيمة بضن ومحمد الفاتح أسمي هالهلا وشي جينا إن شاء الله تن أوجه الرئيس محمد الفاتح دولته كبدل دولته إلى إمبراطورية ما حاول حي دولة دي إمبراطورية دولة إمبراطورية وحاول حس دولة وحاول ده تحل شعب بس حكومة كله سومالي ولا حد الدولة بره هذه سومالي ويناتي دولة دوين نقطة أي دولة ذا كلام ما مشى مثل إثيوبيا ما مشى كينيا ما مشى يوغندا ما مشى عربية ما مشى دولة وحاول شعب كلا دوين حكومة أو حكومة دولة ذا كلا أهانجلي حكومة مركز وحي جالس إمبراطورية جالس دولة وحي كبح ده معنى هذا وحاول قولك يريسك شن تقوفك حكوميسي أما دادك إسكو كلاك أها أما إسكو اللغة أها أما إسكو دينتا حكومك حكوميسي واكب أحد وحي أقذبتي دولة حكوميسي شعب واكقذب دولة دي حكوميسي بارك محمد الفاتح وحوه الرئيسومي وحوه دولة ديسة دولة نمو إلى وحو أقذب إمبراطورية السيقان وحو إسكو مقعاو مارك وحوه إمبراطور أما السلطان أرنت الله بعض وسمي وحوه مقال ذي مقعي ذا قسطنطينية هو كبدل وحو بدل إسلامبول مدينة المسلمين أما مدينة الإسلام مجال هذا إسلام كأيوه وبدله أرنت سد هذا آت كأمهم زنوسمي وحواي دستور إلا قرى قوانين إلا قرى ماشان خلاص الدولة يرو حل قبيلة حكومة يسي أما حل شعب كريه حكومة يسوى كسو قد بدي نين كان هذا وحور ربع إنه نقض إمبراطور الدون كرن حكومة إذن قانون إلا قرى وهاي أرنت أفراد وسمي وحواي مساجده ومد مرك مال سو دكتو ايتم ماذا وح أجور لو بهاي إن لو دياري وحاو مساجد نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو مدينة سو دقي مساجد وكب الله سلطان محمد الفاتح مرك وحور لس سدح بقول مسجد بقول سجاشن يلبا مسجد نوحو كل لس عاصمة دي سواهات إسطنبول أما إسلام بول مساجد ها سنو وح أقومهم سنو حاو مسجد الفاتح قف كي إسطنبول تجو سو أركا إيوه مسجد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أرنت شنادو سمي وحوى المدارس جنريشن أوباهنت عرورتا ميلي وحكو برتان أوباهنت مدارس نظامي أوجيس أرخانا صوب اللابي إله ونحريستو مدارس تيو مركا ميشا كسي وذي سلاطين تي كوه الرئيس هدي اللي اسكدرو يا كيليس كيليس مدارس تو سمي يا كبتنت مقال أول يتول أول بدوكسي وسمي اسكول وسمي هذا وحاله عالم كان وقت يعني لو جلو مجال قارقود إنيس لهن سكول لهن لكن محمد الفاتح وقت جيس مدارس مجال والبوح ووتلقى إنه أسمه مدرسة نظامية ما كان مدرسة نظامي لنا وحاقودنا مدرسة امتحان لقى قاضي جريد كان كجود باي جريد كان وجود باي وقت جاس أورد ميناي مادوين كان وقاضنا مركو كسو بحنا شهادة سلاسينا شقادة سو قبناي ومدارس هذه جرت قلصو مرة أرنت لحد اهتم بالعلماء وتلقوهم مهم سواي مساجد دي علماء وباهنت مدارس دي علماء وباهنت هاي أرنت اللي حادو آتك وجود ذلك وحوي علماء دي إنه كرامي الدونك درجة مال في عن أوك جارسي حار يجريوسي هي بدو أسمي أنت هكلي ما هن ننكستو عالم وحكستو يقان مال كستو الدونك كجوا عليه كانوا يري إنك فائديستو وما ديد أم فائدي يا رباي أرنت الطلبات كتبتي إلا ترجمه مساجد دي علماء دي وسمي مدارس دي علماء دي دروس لو باهي كروكلام لو باهي عشرة لو باهي وحي إسلامي علماء دينا جوكت الحمد لله لكن وحيالك لو حاجرت أمد دينا مركز لاغه الرئي أما إيسان أقوني أما قارك ميدا لاغب بدي أجرت وحي مركز وحوري كتاب كستو وعلمي له وعلمي لي قانا هلا ترجمه أسيان اللوكينا سانروشين أسيان إلى وحو يقاني شن لغة أيو يقاني أرنت سدي ذات وحو كد ذالي بزنسكي ومد مركي ميلوسو دقالة لو باهاية لأن دقالة هو اللفت نباريت كالدولة دولة ميل قيارت دارت دقالة إلى ذاي دولة دي فقيرتهين ميل مقاريسو دقالوه اهتمام سيي
waxa ugu horeeyay uu sameeyay waxa waaye dadkii muslimiinta meesha jooga business ka rabay wuxuu empower inuu ku sameeyay fursooyin badan uu siiyay dadkii aan muslimiinta ahayn magaalada degana Istanbul iyo dadkii business ka sameysanayayna qof walba wuxuu free yahay tahay sameysa waxa sameysanaysid waxa u baahanahay keen waxa keenaysid qaanuunkan uu baa ku qabanayo diintaada iyo kalarkaaga laguguma dictate gareynayo ama cunsuriyo laguguma sameynayo bal wax intaas ka daran aan kuu sheega hadda Mareykanka horumar muxuu ku gaaray adduunka dadka joogo uu soo aruursaday uu keestay soo maaha ninkan Maxamed Al-Fatih meeqa sano ka hor waa ma taqaanay 600 sano ka hor ayaa fikradaas ku dhalatay nin kastoo business leh ama caalim Istanbul ha yimaado yiri yahuudu la kulmay wuxuu yiri dadkiina ha yimaadaan oo wax yaqaan ama raba business inay sameystaan dadkii kristanka oo kala madaahibta orthodoxka iyo catholic iyo la kulmay wuxuu yiri dadkiina ha yimaadaan businessna ha sameystaan dadka wuxuu rabaa dad kala duwan kaljir kala duwan laana dadka markii kala duwan yihiin aqliga ziyado markii dadka laakiin isku hal qabiilo yihiin ama hal family yihiin amaan waa jira laakiin horumar badan ma imaanayo arinta sagaalad ciidamadii wuxuu bilaabay marka inuu si fiican u tanziimiyo ciidama dhulka uu haystay laakiin dagaalka markuu galay Qustantiniri meesha daciifka ay waa taqaanay ciidamada badu daciifka ahaa wuxuu bilaabay marka inuu ku dadaalo ciidama bad sidoo ku dhisi lahaa iyo arrimo kale oo badan oo aan soo koobi karin intaas waa inta caamka ah su'aasha labaad waddankiisa ma weyneeyay mise intaas kaliya ku ekeed nacam waddankii wuu weyneeyay wuxuuna ku soo daray dowladahan dowladdu koobaad ku soo diray waa naqaana Al-Qustantini imbiraatoriyadii ugu weyneed oo istiga ku taalay oo Qustantini la dhahay ayuu ku soo daray sanadka markay ahayd 1453 asigoo 2 sano kaliya hayo dowlad labaad oo dowladiisa ku soo daray waxa waa Serbia Serbia waa naqaanowad maqaanowana dadka hada muslimiinta Bosnia ibarka dhigi waqtiga 1900 ibarka dhigi sanadka markuu ahaa 1459 miilaadiga markuu ahaa waafaqsan 863 waafaqsan Serbia dhan dowladiisi hoostimid asiga maamulaayo madax u ahaay dowlada saddexaad oo dowladiisa ku soo daray waxa waa Biladul Mur markay ahayd sanadka 865 hijriga ah miilaadigana uu ahaa 1406 macnaheedu hal sano kadib markuu Serbia furtay waaye dawladda afaraadne Trabzon ama di kale Aflaq iyo Baghdad Baghdad ma ahay caasimadda Iraq ma Baghdad la dhahay waxayna ku taalaa Romania Romania Yurub ay ku taalaa hadda Soomaadu waxa uu taqaana meesha caafimaadka laga soo barto jaamacadda caafimaadka ay ku taalaa dawladda shanaadna waxa waa Albania waa wadana qana Sheikh Albania ku soo xusuusinay markaan maqalno Soomaali Albania ama Albania Maxamed Al-Fatih ayaa furtay Albania waa dibadeed by the way awoowihiisan aad ay u dhibtay laba mar ay ku qaadanaysay inuu furto sanadka miilaadiga markuu ahaa 1463 mar uu furtay xoogo markay joogeen kadib badan waa noqdeen 1479 markay haddana mar labaad oo haddana dagaal ku qaaday alxamdulillaah wuu furay ila yawmina hada Albania sidii uu joogtaa waa muslimiin waaye dowladda lixaad Albosna wal-Herseg kuwa naqaana dowlad muslimad oo hadda 900 Serbia suxun u gashay dad badan ka dhinteen dowladdaasna waxa uu furtay 1463 markay ahayd haddana way ku kacday 1465 ayuu furtay ilaa yawmina hadana waa muslimiin haddaan si kale u dhigo Maxamed Al-Fatih intuu xukunka hayay 30 sano waa meeqa sano dagaal ma taqaanay 170 mar ajeeb 170 mar waaye ayuu dagaal galay lala dagaalamay ninkaas markuu goormuu nasanayay goormuu ehelkiisa waqti u helayay goormuu wax akhrisanayay goormuu qawaaniintan iyo dowladan intan le'eg uu maamulayay Maxamed Al-Fatih maalin maalmaha kamid asigoo meel iska fadhiya ayaa hadana waxa uu yimid sheekhiisa ayuu la kulmay wuxuu yiri Maxamedow Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku waafajiyay inaa furato Qustantiniyya diinta Islaamka gaarsiisay Roma ma furati meesha labaad oo gaalada ugu xoog badan tahay waay adduunkana soo muslim ku noqdo Maxamed Al-Fatih markuu wuxuu sheekhiisa ugu jawaabay maalinta Qustantiniyya furtay ilaa yawmina hada wallahi wa ku fikiray ciidamada badda aan sameeyay intaan la eeg iyada waa Roma macnaheeda Talyaani waa ka fogta badda ku taala ayada u diyaarinay intaan ciidan aan diyaarinayni ayadan u diyaarinay
وانا كنت على الجراء انا سمي ان شاء الله تعالى سند كمركو هاكم افربق الاسديتا محمد الفاتح مركا وحوقو انصدي انو روما فورتو ماشا اوغوينو دين تا اسلام كهور استاغا اني ادونك قادة انو اتغو وفورتو حدا محمد الفاتح ارنتاس مي اسور تقليسا مسه وحا كهور استاغا ايو مسه والوغسو جبن دون محمد الفاتح وحو قالي بقول اي طلبات رقال ميو كوة دا قولي استي مسه قار كميد اهال لغو جبي سحون ما لغو جبي مس وحيرا لسو قارسي محمد الفاتح ولي اسم النولان ايو مركي تيسة تمدني دردارن كأو بحيي وعونو قيسة او دردار مي محي اهال قصة محمد الفاتح سلطان كان وين امبراطور كي محان كفائدي سني سؤالوين كاس دن جوابتي ذا دارتت انا اوقاتي وانو سنين تسو صغطو هي برنامج كي اهدك اقيمها بدنا قول لدهاي وارمي سيدي ورواناكسن حكاهر محمد الفاتح كو الى ما تنجر واي مركو ارنتا سمينة الى يومنا هذا واكشي كينو هنا محان دعي بأن لأنه وحوغا إنو سنوارين وروان أكسن وكتاقي هذين تصوى كلها لقاء رأي إن شاء الله وإنو سنين تصوى صعوت إيه قيبتي أدن بيسي وكوشي حلقة صوت قيبتي أدن بيسي وقصة دي ننكي كوئي لباتن جركة أحا أدوك بدلي وروان أكسن كتاقي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمن جميل كان فيه سمونا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله